حكت وفاء محمد زوجة الفنان الراحل محمد متولي اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الراحل، وقالت وفاء إبراهيم خلال استضافتها ببرنامج معكم الذي يذاع عبر فضائية السي بي سي: كان مريضا بالسكر ومصابا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بمرض البرد. مضيفة: قبل ما يتوفى جاله دور برد تعبه جدا، ولما مات توفي بسغطة. وأضافت سمر محمد ابنة الفنان الراحل: ما عرفناش نلحقه، قلت له اتغطى يا بابا، قال لي يا بنتي خلاص، ساب الموبايل من إيده ومات الله يرحمه. حاولت أفوقه واضغط على قلبه، ملحقتش أعمل له حاجة. وهنا ديت وفاء إبراهيم زوجة محمد متولي الله يرحمه، وهي بتحكي الكلام دهوت على السي بي سي، ودي هنا بنته سمر اللي على اليمين ويمنى اللي على الشمال، ودي والدتهم وفاء، ودي سمر، ده الراحل محمد متولي الله يرحمه. كان فنان قدير ومحبوب من الكل. الفنان الراحل محمد متولي كان لديه ابنتان، الأولى يمنى والتانية سمر. هنا يمنى اللي في النص وسمر اللي على الشمال. أما ابنته التانية سمر فهي فنانة شابة، قدمت العديد من الأدوار، وكانت بدايتها من خلال فيلم الريس عمر حرب، وجسدت ابنة الفنانة غادة عبد الرازق. أما الفيلم فكان من إخراج خالد يوسف. أنا محمد متولي مع سمر فنانة الشاب. وشارك بطل مسلسل 7 صنايع اللي هو شريف رمزي صورته مع سمر محمد متولي داخل كواليس التصوير، وكتب عبر حسابه على انستجرام، نشر الصورة ديت لي مع سمر ابنة الراحل محمد متولي، وكتب عليها: سمر محمد متولي فنانة شابة جديدة هتشوفوها معانا في مسلسل 7 صنايع قريبا، يا رب يعجبكم. مسلسل 7 صنايا قريبا 2017. انتوا ايه رأيكم، عجبكم تمثيلها في المسلسل؟ وهنا سمر ومحمود عبد المغني، وهنا سمر وإيمي سمير غانم، وهنشوف بقى حفل الزفاف يمنى بنته الأولانية. يذكر أن محمد متولي ولد في شبين الكوم بالمنوفية عام 1945، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية حيث التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات. وكانت أول أعماله في السينما فيلم خلي بالك من زوزو عام 1972، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله زيزينيا والعقرب وواحد صعيدي وسلام يا صاحبي. يذكر أنه في سبتمبر 2016 غمرت السعادة أسرة الفنان محمد متولي لزواج ابنته يمنى محمد متولي، حيث تم الزفاف في حفل كبير بحضور أسرة العروسين والأقارب والمعارف، كما حرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل ورد الجميل للفنان محمد متولي، وكان أبرز الحضور الفنانة فيفي عبده والمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم الله يرحمه والفنان عبد الله مشرف، ورحبت والدة العروس بالضيوف والتقطت معهم الصور التذكارية. هنا فيفي عبده مع العروسة ومع الحضور، وادي هنا يمنى العروسة على يمين على شمالها وسمر على يمينها، وهنا الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم
وادي عبد الله مشرف، صور جميلة من الحفل. وادي العروسة هي على اليمين، وادي هنا وفاء محمد أو وفاء إبراهيم زوجة الفنان محمد متولي في أحد البرامج، وادي هنا وفاء مع زوجها وبنتهم. في مساء الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2016 انتهت ندوة التأبين الخاصة بالفنان محمود عبد العزيز التي أقامها مهرجان القاهرة السينمائي 38 تخليدا لذكراه ورحيله. وقال الفنان محمد متولي أثناء الاحتفالية: لا يوجد كلام يوصف مدى حزني على رحيل محمود عبد العزيز، فهو فنان قدير سنفتقده جميعا. وتابع محمد متولي: قدمت معاه فيلم الطوفان ومسلسل شجرة البلابل، وعندما كنا بنصور المسلسل في دبي ومعانا رجاء حسين كان دمه خفيف جدا في الكواليس. طبعا الله يرحمه، معروف محمود عبد العزيز بخفة دمه، الله يرحمه. وأذكر أنني قلت له قدم أدوار كوميدية، وكان يحترم زملائه بشكل كبير. وعن سبب غيابه عن الساحة الدرامية خلال الفترة الأخيرة أفصح: أن الأمر خارج عن إرادته ولم يكن مقصودا، لافتا إلى أن هناك أكثر من جهة إنتاج أرسلت له خلال التحضير لموسم رمضان 2014 أربع سيناريوهات درامية ليشارك في بطولتهم، وبعد أن وافق على بعض هذه الأدوار فوجئ بالقائمين على إنتاج هذه الأعمال يريدون محاسبته ماديا كما لو كان وجها جديدا بيمثل للمرة الأولى أو ممثلا كومبارسا حتى يخرج هؤلاء بنسب عن أجره. ولذلك فضل الاعتذار بكرامته أفضل من كل هذا، لأنه اعتبر أن هذا الموقف مهين لتاريخه. أنا مع بنته سارة الله يرحمه. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا